المساج اللي نحب نوصله للاعبين. راي البطوله هذه مختلفه تماما على بطوله الدوري. لازم نكون بعقليه اخرى، بعقليه نتاع كونكيرا، عقليه نتاع تلعب المقابله نتاع شامبيونز ليج، باش تلعب ضد بطل تشاد، لكن ما ننساش اللي احنا بطل مره. لازم تلعب باش تفوز، تقاتل، تتبقى. انا كنت باش نخليها في الاخر. هو نداء للجماهير نتاعنا، نداء كبير للجماهير نتاعنا. نعرفوا اللي في المقابلات الجمهور هو اللاعب رقم 12، وشفنا اخر مجال امس جمهور الرجاء كيفاش عنده، كانت عنده مساهمه كبيره باش تفعل الفريق باش يعطي افضل ما عنده. الجمهور نتاعنا نقول له اللي لازم يقف معنا، لازم يساندنا بكل الطرق، لانه في البطوله ممكن نعوض وان شاء الله باش نعوض، لكن في الشامبيونز ليج ما عندناش مجال. لازم تقفوا معنا، والصديق هو وقت الضيق، واللي يحب اتحاد طنجه يحبها وقت الازمات، وقتها باش يقف معنا، وقتها باش يدفع اللاعبين، وقتها باش يدز الفريق باش يعطي افضل ما عنده. ونعرف ان الناس الكل تحب اتحاد طنجه، وكل واحد يحب على كيفه، وكل واحد، وانا اتقبله، كل واحد يحب طنجه افضل فريق تلعب كره وتفوز، وتفوز بنتيجه كبيره ضد الفرق الكل، لكن هذا محارف الكره. احنا نحبوا تساندونا، معليش توا دزوا معنا الفريق باش يعطي افضل ما عنده في البطوله، ومن بعد مازالت قدامنا الايامات اللي طموحنا راهو اكبر بكثير من اللي قاعد نعطي فيه طبعا.